الصلاة هذه التي أمرنا الله عز وجل بها 5 مرات في اليوم والليلة، نؤديها تعبداً وامتثالاً لأمر الله، هل يمكن أن نتصور فيها مصالح دنيوية؟ إن كنتم في ريب من هذا فاقرأوا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هل هناك مصالح إذن تتحصل للإنسان من أدائه للصلاة؟ نعم، بنص هذه الآية الكريمة، وهي مصالح لا يتوهمها لا يتصورها من لا ينتسب إلى هذا الدين، لأنه قد يحصر المصالح في المنافع الدنيوية الضيقة، لكن المنافع المذكورة في هذه الآية الكريمة هي غير هذه المنافع التي يشتغل بها الناس عادة في دنياهم، إنها منافع تتعلق بتطهير القلوب وتزكية النفوس وحسن صلة هذه النفوس ببارئها وخالقها وحسن الاستعداد للمنقلب. ولذلك: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي المفاسد التي تدرأها الصلاة عنك، فتتحقق لك المصالح. حينما تنتهي نفسك عن الفحشاء والمنكر، ماذا يبقى بعد ذلك من بواعث الشر والفساد والإفساد في هذه الأرض؟ ماذا يبقى بعد ذلك لغريزة حب الهوى والشهوات؟ إذا ما انتفت من نفس هذا المؤمن المحافظ على صلاته المقيم لها، انتفت الفحشاء، انتفى المنكر والفحشاء. ومع ذلك هناك مصلحة أعظم نصت عليها الآية الكريمة أيضا لا ننتبه لها، ولذكر الله أكبر. حتى من هذه المصلحة المعتبرة شرعا والتي نصت عليها الآية الكريمة: ولذكر الله أكبر. إنه أكبر أثراً، إنه أكبر مصلحةً، إنه أكبر نفعاً، إنه أكبر فائدة، إنه أكبر أجراً وثواباً في الآخرة، ولذكر الله أكبر. ولهذا تجدون كثيراً في كتاب الله عز وجل الأمر بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً. وتجدون الدعوة إلى تكبير الله عز وجل: وكبره تكبيرا، ليس بمجرد النطق، وإنما بتعظيمه في النفس، بالخشية منه وبرجاء ما عنده، لأنه بذلك تبني شخصيتك وتحدد لنفسك معالم حياتك ومعيشتك في هذه الحياة الدنيا.